والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب العالمين يا إله العالمين يا سبحان سبحان مسلمين مسلمات بارجان مسكات ربي سبحانه القبول بالله الله تعالى.